مشاهدينا نعود إليكم لإتمام فقرات البرنامج. كما قلنا في البداية الفقرات ستكون متنوعة ومختلفة ككل يوم، وكما تعودتم يوم الأحد المواضيع ستكون صحية بامتياز وفي التغذية أيضا، بالإضافة إلى فقرة الاكتشافات سنسلط الضوء هذا الصباح حول موضوع الخط العربي وتسجيله في منظمة اليونسكو بمبادرة من جزائريتين سنستضيفهما في البرنامج حتى نتحدث أكثر عن أهمية هذه المبادرة في خدمة اللغة العربية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ندعوكم إلى اكتشافها. أما الآن مشاهدينا، لمحبي المطالعة الصحف والقراءة قراءة الجرائد، إليكم القراءة اليومية في عناوين الصحف في معرض الصحافة بعد هذا الفاصل. عرض الصحافة من الشروق الإخبارية، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية ككل يوم من جريدة الشروق اليومية التي عنونت صدر صفحتها الأولى كما تقرؤون: جسر جوي نحو الكاميرون، عبد المؤمن خليفة 11 متهما أمام القضاء مجددا، عياش يعود إلى أهله بعد 27 سنة من الغياب، والإطاحة بمنتحل صفة إطار سامي في الدولة، ومواضيع أخرى بالتأكيد. أكيد أحزاب تستعجل التحالفات وتقوية الجبهة الداخلية. وفي التعليم تقول الشروق في عدد اليوم: تلاميذ ضحايا تنمر وتعنيف معنوي من المربيين، ومواضيع أخرى: ضخ 110 ألاف طن من اللحوم في الأسواق، من جريدة الشروق اليومية الصادرة لنهار اليوم. ومن الصفحة الثالثة اخترنا لكم هذا المقال: تموين السوق وزراء التجارة والفلاحة وجها لوجه. يكتب صاحب هذا المقال: يفصل اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدى جاهزية قطاعي الفلاحة والتجارة على ضمان تموين السوق الداخلية بالمواد الاستراتيجية. كما سينظر المجلس في مشروع قانون ترقية الاستثمار بعد عملية تعديله والتنقيح التي خضعت لها نسخة قانون الاستثمار لسنة 2016 في وقت ستكون 5 ملفات قطاعية حاضرة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فالاجتماع سيرأسه رئيس تبون سيتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية. بقية التفاصيل وعن الاجتماع ندعوكم إلى مطالعة عدد اليوم من جريدة الشروق اليومي. إلى صفحة جديدة من صفحات الشروق تكتب بخصوص العودة إلى النظام العادي: النقابات تقترح أقسام بأربعين تلميذا والتوظيف لإنهاء أزمة الأساتذة. مع شروع وزارة التربية الوطنية في برمجة اللقاءات الجهوية لتحضير الدخول المدرسي، بادرت نقابات التربية المستقلة بعرض تصوراتها للعودة التدريجية لنظام التمدرس العادي، إذ اقترحت إلغاء الفوجة التربوية وتشكيل أقسام كاملة بأربعين تلميذا مع برمجة مسابقة توظيف جديدة لإنهاء أزمة الأساتذة والعمل على توسيع المدارس لتسوية مشاكل الاكتظاظ. إذن إلى موضوع آخر من مواضيع الشروق هذا اليوم الذي جاء في الصفحة الأولى بالتأكيد، تكتب: بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل الأنصار إلى الكاميرون بأسعار مدعمة. وجاء في البيان الذي نشر أمس في موقع رئاسة الجمهورية أنه بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني، أمر السيد الرئيس الوزير الأول بالشروع ابتداء من اليوم الأحد في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة. إذن إلى جريدة البلاد الآن التي عنونت صدر صفحتها الأولى:
كما تقرؤون مشاهدينا، تطويق كامل لكييف ومدن محورية تحت الحصار. الجيش يحذر من مخططات دوائر ضاغنة، قال أنها تستهدف عرقلة النهوض الشامل بالجزائر. رئيس تبون يأمر بتخفيض أسعار التذاكر والتكفل بهم، تسهيلات لنقل أنصار الخضر إلى الكاميرون، آليات جديدة لتحسين مداخيل البلديات، ومواضيع أخرى بالتأكيد تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة البلاد. إلى جريدة النصر الصادرة للهار اليوم والتي عنونت هي الأخرى صدر صفحتها الأولى هذا الموضوع: التكفل بالأنصار راغبين في التنقل إلى الكاميرون، تموين السوق بكميات معتبرة من البطاطا بداية من اليوم. منح وسام أصدقاء الثورة للصحفي الإيطالي برناردو فالي، وامتحان الانتقال إلى المتوسط، وإصلاحات جديدة الموسم القادم. إذن الجيش سيظل كابوسا يقضي مضاجع الأعداء والخونة. إلى جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم التي عنونت صدر صفحتها الأولى: استعراض وفرة المواد الاستراتيجية ودراسة مشاريع في عدة قطاعات، هي مواضيع متنوعة كما تشاهدون في عدد اليوم من جريدة المساء. الدوائر الضاغنة تحاول التشويش على استراتيجية النهوض بالبلاد. الإنتاج الوطني أنقذ الجزائر من كارثة صحية خلال الجائحة، تنقل المساء عن رئيس المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية. إذن تدابير تحفيزية جديدة لفائدة الخبازين، نهاية كورونا بين متفائل ومحذر، منع الإشهار للمكملات الغذائية عبر وسائل الإعلام، تقول المساء في عدد اليوم. معدل استهلاك الباراسيتامول الشهري بلغ 3 ملايين علبة. تشويش كبير طال التراث النايلي، الباحث بالأخضر يؤكد للمساء. إذن إلى جريدة أخبار اليوم الآن الصادرة بنهار اليوم، تقول جهات حاقدة تواصل ترويج الأكاذيب، أكدت الحرص على صون أمانة 5.6 ملايين شهيد، مجلة الجيش أكدت في افتتاحيتها. إذن وبالمناسبة تكتب الشعب أيضا أن وزارة التجارة تعلن عن ضخ 54 ألف طن في الأسواق، هل تتراجع أسعار اللحوم في رمضان؟ تتساءل أخبار اليوم. تدابير جديدة لفائدة الخبازين لتجنب رفع الأسعار، رئيس يأمر بالشروع في بيع تذاكر رحلات المناصرين. هذا جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء تنشره أخبار اليوم، تحقيق في اختراق حساب تويتر لوزارة العدل، ومواضيع أخرى: أحداث 11 مارس 1958 ببقاع جريمة مروعة. هل ستتراجع أسعار اللحوم في رمضان؟ هو الموضوع الذي اخترناه لكم من جريدة أخبار اليوم. ينتظر أن يتم بمناسبة شهر رمضان ضخ كميات تقدر ب 54,500 طن من اللحوم الحمراء حسب ما أفاد به مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات، ويأمل المواطنون أن يسمح هذا الإجراء بتراجع أسعار اللحوم خلال الشهر الفضيل، بينما يرى متتابعون أن ذلك قد لا يكون كافيا بالنظر إلى تزايد الطلب بالشدة بالموازاة مع المضاربة وجشع كبير من الباعة. وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني أنه سيتم توفير هذه الكمية عبر اللجوء إلى ذبح مرتقب ل 29 ألف رأس من الأبقار، أي ما يعادل 14,500 طن من اللحوم، وكذا ذبح مرتقب لحوالي 1 مليون رأس من الأغنام، ما يعادل 30 ألف طن من اللحوم الحمراء المحلية، فيما سيتم جلب الكمية المتبقية المقدرة ب 10,000 طن من اللحوم من الولايات الجنوبية. كانت هذه التفاصيل هذا المقال مشاهدينا، للمزيد أدعوكم إلى قراءة أخبار اليوم.
إلى الجرائد العربية، جريدة القدس العربي تعنون صدر صفحتها الأولى: ليبيا حكومتان وأخطار جديدة، ومواضيع أخرى بالتأكيد في الشأن الأوكراني وغيرها. من جريدة القدس العربي اخترنا لكم هذا المقال، حيث تساءلت فيه كاتباتها: أين مسؤولية الأمم المتحدة في الأزمة الليبية؟ إذا يكتب صاحب المقال: لم ينجح مبعوث الأممي إلى ليبيا من التعرض للنقد اللاذع، أو لم ينجو مبعوث الأممي إلى ليبيا من التعرض للنقد اللاذع من أحد الأطراف الليبية، فمجرد أن يدلي بتصريح أو يعبر عن موقف لا يرضي أحد أطراف النزاع يتعرض للاتهام بالانحياز. ولعل هذا التفسير المنطقي لتعيين 7 مبعوثين خاصين إلى ليبيا، إضافة إلى ستيفاني ويليامز التي عينت مبعوثة خاصة بالوكالة بعد استقالة غسان سلامة، ثم عندما لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على مبعوث خاص جديد بعد استقالة بايان كونتيس أو كونتيش في تشرين الأول نوفمبر 2021، بعد 8 أشهر من توليه المنصب عاد الأمين العام وعينها مستشارة خاصة للأمين العام حول ليبيا، وهذا المنصب لا يحتاج الأمين العام أن يأخذ موافقة عليها من مجلس الأمن. بقية التفاصيل تقرؤونها في عدد اليوم من جريدة القدس العربي. كان هذا كل شيء بالنسبة لمعرض الصحافة لنهار اليوم. دمتم في سلام وأمان، إلى اللقاء.